كده بقى هنتكلم عن الاعراض بتاعت النزله المعويه. اعراض النزله المعويه، الطفل بيحصل له اسهال. الاسهال ده طبعا كلمه اسهال يعني زياده في عدد مرات الحمام. يعني الطفل مثلا بيعمل مره او مرتين في اليوم، بقى دلوقتي بيعمل 4 5 مرات، يبقى كده اسمها زياده في عدد المرات. تاني حاجه الكونسيستنس بتاعت الحمام، براز ابنها كان يعني متماسك، لا بقى ميه، بقى سايل، بقى له ريحه غريبه، معاه اسوشيشن، بقى معاه بقى مخاط، معاه مدمم، براز مدمم. دي بالنسبه لكلمه اسهال. طبعا مصحوب معاها طبعا ساعات ارتفاع في درجة الحرارة، بيبقى معاها قيء، بيبقى معاها طبعا تقلصات في الأمعاء. الطفل طبعا لو هو صغير مش هيقدر يعبر عن موضوع التقلصات، الوقت بيبكي بصورة مستمرة. بيبقى معاها طبعا بيسموها ديسونتاليا أو تعنية، الطفل بيحزق أو بيعمل حمام. فدي أعراض النزل المعوي. دي الأعراض بشكل عام، ولا ممكن يكون في أعراض مثلا أكتر، ولا يعني طبعا كلها مع هي بعض، دي ولا الاعراض الاوليه للنزله المعويه. طبعا النزله المعويه في الاول دي اعراضها اسهال، ترجيع او قيء، حراره هتبقى عاليه شويه، تقلصات في البطن، الولد بيبقى ريتابل او بيبقى نايم هندان شويه. ممكن بقى لو دخل في مضاعفات تظهر حاجات تانية، زي لو في مشكله حصلت، مشكله في الكلى، جفاف. طبعا الجفاف دي بقى قصه تانية خالص، يعني بتبقى من ضمن مضاعفات النزله المعويه.